السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من توقعات تيرسي. بما يخص كورس غدا إن شاء الله الثلاث، الكورس غتكون من 15 عود، مسافة 3600 متر. هيز أصدقاء التنقيز، البري 76,000 الأورو، يعني الكورس غادي يكون فيها اللوجيك. ديما أصدقاء انتبهوا للبري، إذا كان بري طالع راه يعني غيكون الفابوري، إذا كان بري هابط راه يعني غيكون الطوكار. وديما التركيز مطلوب. أنا كنبسط ليكم وكنبين ليكم اللعب، والكمال على الله أصدقائي. كما كتلاحظوا هذا هو الجدول ديال اليوم، السطر الأول الفابوري سيليكسيو، يعني هاد الأرقام الخمسة الأولين راه فابوري، 3 5 2 4 8 غيقولبنا فيهم غير واحد لا جوج. كل شي كيقلب على الخلاص، كل شي باغي يلعب الطوكال، كل شي باغي يتخلص، ولكن خاص تلعب بالحيلة. كما كنقول لكم ديما اصدقائي، الخطة وهي نغيرو جوج الارقام من السطر الاول ونقلبو عليهم من السطر الثاني ولا السطر الثالث. الرقم الاخير اصدقائي ما كاينش، يعني كيكون فاش كيكونوا 16 عود، دابا كاينين غير 15. السطر الثاني اصدقائي الدوزيام فافوري، هادو كيقلبوا على لا بلاس 10 1 9 6 7. توكال الاصدقاء وهو 11 13 14 15 12، هذا هو السطر الاخير والسطر ديال الطوكا. بازا اصدقاء 3 5 2، هذا هو الباز ديالنا اصدقاء. فيت 1 4 8 9 10، هاد الارقام رمزيانين اصدقاء. بوم 6 7 هما المفاجأة ديال الكورسة، ولا تميزة على 6 غير ربح 7، ولا تميزة على 7 غير ربح 6. حنا غنلعبوهم بجوج موت، 11 12 13 14 15. استبعدنا هما اصدقاء، كيبقاو طوكالات وكيبقاو بعاد على اللوجيك، يعني حنا غنقتلوهم نهائيا. توقعات قناة تيرسيا اصدقائي، كما كتلاحظوا 4 3 1 5 2 7 6 10. ما تنساوش اصدقائي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وبما يخص تفاصيل ديال الخيل، راه غنخلي لكم الرابط ديال التدوينة ديال بلوكر، ودخلوا اصدقائي تما وقراوا على الخيل باش تستافدوا اكثر. حظ موفق.